أتمنى يكون المحتوى مفيد وينال إعجابكم، وإذا حصل ذلك فيا ريت تتكرم بالاشتراك في القناة. أنا راضي ومسرور إذا هاي المعلومات فادت شخص واحد أو أنه أضافت لمعلوماته. اكتبوا لي بالتعليقات إذا كانت الصورة توضحت بشكل كامل، وإذا كان في إشي ثاني حاب تستفسر عنه أو تعرف عنه في الهند. استغل الفرصه قبل ما تمر طرطيره او سياره. اسعد الله وقتك. زي ما وعدتك سلسله تفاصيل معيشه في الهند وكيف يعني تقدر تعيش حياتك هون. عشان مبدئيا اعطيك فكره عن تكاليف الحياه في الهند، لازم اروح سوق الخضار الشعبي. مؤخرا هذا شيء عالمي، في ارتفاع بالاسعار. يعني الاشي اللي كنت اشتريه قبل 5 سنوات أو 6 سنوات ب5 دولارات الان صار سعره 10. فعليا انا بحزن عليهم هم. يعني انت بتحكي على بلد معدل الرواتب فيها العام العادي يعني معدل الرواتب 100-150 دولار، بين 100 كوريندر اللي هو الجزبرة أغلى إشي بالكيلو، بس هو بالنهاية زي بلادنا بتشتريه أنت مش بالكيلو، بتشتريه يا هذا 100 جرام هذا 20 روبية تقريبا زي عندنا 16 قرش. والليمون هو أغلى إشي فعليا، الكيلو 160 روبية يعني دولارين. كيلو الزهرة البعل 70-80 روبية يعني دولار أو أقل. 1 minute I will not take it but I want to know how much it worth like nothing. يعني هذول بعطيك اياه البيعة اذا اشتريت خضارك من عنده يعني زنجبيله وكذا. بس بشكل عام اذا بدك كيلو، الكيلو ثمنها 100 روبية 50 روبية يعني 45 قرش. وهاي النخبة الثانية ماشي حالها للطبيخ كويسة ب 40 روبية اللي هي نص دولار 35 قرش، وهاي 45 قرش تقريبا. يعني الباذنجان 50 روبية يعني 45 قرش اردني. البصل 24 تقريبا، بين 24 و40. كابسيكم، الكابسيكم او البابريكا الفلفل الاخضر كيلته برضه ب 100 روبية. الباميه زي قبل شوي حكيت 40 عنده، قبل شوي لقيته ب 30. هون ثمنها 35 قرش للكيلو، وباميه زاكي كثير 50 روبية 45 قرش اردني. هذا كله شال منه واحده. نون افتر او كم افتر. هاي العطة ب 50 روبية 45 قرش أردني. How much؟ كيلو بابايا 50 روبية، الشعبي منه ب 40 روبية نص دولار 35 قرش أردني، والبسمة الفاخر الحبة الطويلة 95 روبية 95 روبية يعني 87 قرش أردني 88 قرش أردني. هذا النوع 25 روبية. هذا نوع من الرز والله بنطبخ مش سيء نهائيا يعني ماشي حبته، رز محاشي بينفع للمحاشي. هذا كيلته 25 روبية، بستخدمه زيت الصويا حبوب الصويا أكثر إشي. هذا اللتر 150-140 اللي هو دولارين أقل من دولارين. سحارة البيض 140 روبية اللي هو تقريبا 125 قرش أردني. البيضة بخمس روبيات. البطاطا زي ما حكينا ب15 قرش اللي هو 20 سنت يعني في الأردن. 4-5 دنانير كيلو الثوم النظيف. هون الكيلو تقريبا 90 قرش أردني. وأنا سائح يعني أنا بتجول سائح في دلهي. في النواحي أنا بأكد لك إنه في النواحي في أطراف دلهي لأن طلعت برا المدينة أرخص. يعني بتحكي على 30% فرق، 20-30% فرق. ليش؟ لأنه هاي معظم الأشياء بجيبوها من برا دلهي. هيكم ثقافتكم يعني الشعب الهندي بيشتري حاجته فقط، حاجته اليومية، ما بيشتري شيء وبرميه. يعني استحالة يشتري شيء ويرميه. جدي رضاع، جدي صغير كثير، 8 دولار 6 دنانير أردني. دينار و80 قرش لحم اللي هو يعادل دولارين 60 سنت. مش تقريبا بدي احسب لك بالضبط قديش دفعت، 210 و110 و50 يعني 320-370 روبية. 370 روبية هي الحاسة جنبي. دنانير 3 دنانير و30 قرش أو 4 دولارات ونص. يعني تقدر تعمل وجبة زي هاي وهي بتكفي شخصين. ما بتقدرش تاخذ نص باذنجان يعني بالنهاية. ما فيش حل. غاز بالمناسبة الشيء بذكر هذا غاز كهربائي بالهند منتشر كثير لأن الكهرباء عندهم رخيصة. حقه 600 روبية اللي هو تقريبا 5 دنانير وإشي. قوي كويس ماشي حاله. وهي طنجرة ضغط هسه راح برجيك كيف تفاصيلها. نزلنا البصل، حط اللحم مجال تقلقل
يعني بضل زيت تقلي تنزل عليها بالخضار و تصبر عليها شوي لما تحس انها تجانست. هاي طنجرة الضغط فيها كل شيء الان سكرها حوالي 5 دقائق 7 دقائق نهائي. وجبة زي هيك والله على شخصين لفتني تقريبا 400 روبية اقل، بس يعني نقول 400 روبية عشان اكون مغطي الاشي اللي ما اشتريتوش مثل الملح والزيت او اذا بدك غاز. نيودلهي التنقل فيها مميز شوي، وهي كبيرة فعليا فبالتالي بتحتاج شبكة النقل الموجودة اللي هي اهم اشي فيها باعتقادي المترو. استخدام المترو سهل، ولكن في تطبيق جوجل مابس، كمان مرة نرجع لجوجل مابس، راح تلاقي انه اسهل مما كنت تتوقع. يعني الموضوع اسهل مما كنت اتوقع، لانه راح افرجيك كيف تستخدم جوجل مابس لاستخدام المترو. مدينة زي ما انت شايف مزدحمة، انا الان في منطقة اسمها نويدا. نويدا تعتبر متطورة شوي، فيها محلات تجارية، ماركات عالمية اللي بدك اياه، يعني اقل شعبية واقل ازدحاما من غيرها. هذاك محطة المترو قبالي، بس بدي افترض انه انا ما بعرفش، بفتح على تطبيق جوجل مابس وبكتب المنطقة اللي انا رايح لها. هسه بفرجيك كيف بالتفاصيل. الان انا كتبت بالبحث رجيف شوك. رجيف شوك اللي هي يعني سوق في مترو ستيشن، مش شرط يكون قريب منه مترو ستيشن، عادي يعني بدك تكتب مكان ثاني تختار الدايركشن اللي هي الاتجاهات. قبل ما تعمل الستارت تكبس على الدايركشن، مش لازم تفعل عندي. اوكي انا بعطيك الخيارات، في تقدر تركب تيك توك تصل للمترو، ومن المترو بتاخذ باص، وفي تقدر تركب تيك توك تروح على المترو، ومن المترو بترجع تنزل تاخذ تيك توك. بعطيك التكلفه التقديريه طبعا كمان، يعني هاي هون بالربيه التكلفه التقديريه. طبعا في حال انت ما بدك، بدك بس تمشي، تمشي لعند المترو بتدفع 40 روبيه في المترو، المسافه طبعا 12 كيلومتر. انا اذا لاحظت هو اعطاك المسار تبعك تمام كله ستارت. بس الان هو بيقول لي كيف بده يمشيني، بده يرجعني من هون ويمشيني من هون. بس انا فعليا على الجسر، هيني على الجسر، راح انزل هناك وامشي لهناك لعند المترو. هذاك هو ببالي، يعني بدك تكون كمان مش بس انه تطلع على جوجل شو بقول لك، انت كمان تكون صاحي شو اللي بصير حواليك. تمشي لعند محطة القطار، تركب بالقطار. الان وانت بالقطار بالمترو انا ما بقدر اصور جوا المترو، بس كمعلومه حلو تاخذ سكرين شوت للمسار تبعك. سكرين شوت بتخليها معك عشان اذا النت قطع في القطار تفرجيها لاي حدا وين انزل، بيقول لك انزل في المنطقه الفلانيه. الان بتروح تقطع التوكنز من محطه المترو اللي هناك، التوكنز بتكلفك 40 روبيه بدلا من ما تطلع بالتاكسي. اوبر قديش بكلف هذا المشوار؟ اللي هو بكلف 40 روبيه في المترو. برومو your location at thy base. تمام اختار. بتكلف 360 لغاية 420 روبية. طبعا هذا سعر الاوبر. في اوبر اكسل اذا كنت عائلة تاخذ هذا الخيار، اذا كان عائلة يعني اكثر من فرد 650. انا راح اطلع ب 40 روبية. يشبه قصص علاء الدين و Arabian Nights Indian Nights اللي بيحضر فيلم علاء الدين. هيك بيكون لباس، لباس جميل. هذا اللباس بكلف حوالي مش حوالي $450